انا اللي مصدق. بعده شيكابالا، شيكابالا خلينا نتكلم بس، يعني الناس دايما بتزعل. يعني شيكابالا امبارح انا بتفرج عليه، يا جماعه اللعب بتاع شيكابالا ده في المباراه اللي زي دي مش، انت مش محتاج الشو ومحتاج الكعب الكلام ده، ممكن واحنا مع بعض كده اصحابنا نلم بعض كده، ممكن نروح نلعب خماسي وتبقى نلعب بقى بالكعب ونهزر وندي كوبري لدوت ونهزر ده كده واحنا مع بعض في الخماسي. خلينا نتكلم ان شيكابالا انا عارف الناس هتهاجمني، بس خلاص يعني مش هيبقى مفيد لنادي الزمالك. دايما احمد حسن في خلاف ما بينه وما بينه، هو عفشه هو اللي دايما عامل خلاف، كل ده بسبب ان انا ما بقولوش يا كابتن. يا جو ده يعني معلش بيعملوه الاطفال الصغيره، يعني ايه انت عايز توصل ايه يعني؟ اولا انت ما تعرفش الموضوع اللي ده سر ما بيني وما بين كابتن حسن شحاته، انت مالكش دعوه بيه، انت مالك؟ يعني انت ايه دخلك بيه اصلا؟ انت دايما عايز انزل من السما شويه، عشان والله اللي بيبقى على الارض بتلاقي طبيعي. يعني خلي الامور بسيطه لان هي دايره صغيره، وانا تابع زي ما انت عندك برنامج انا عندي برنامج هرد عليك برضه، وانت عارف ابراهيم ما بيسكتش. هنبدا بقى انهي؟ بص ابراهيم انت مقدم مباراه تمام، الف ب لازم تكون محايد. ليه بتطلع تعمل تصفيه حسابات وتهاجم الناس وتقول اراء شخصيه وتهاجم شيكابالا وبتهاجم احمد حسن ليه؟ خلصت سؤالك؟ اه جاو. اولا شيكابالا انا بتكلم عليه فني ككوره، ده شيء طبيعي، هتكلم وهتكلم على اي حد على فكره. شيكابالا كبر وانا قلتها وهقولها لك في برنامج دلوقتي وانا معاكي. ده راي الناس ولا رايك لوحدك؟ رايي انا لوحدي، رايي الشخصي، يتسمع بيه ما يتسمعش دي حاجه بتاعتهم. انا بتكلم ان بقول خلاص شيكابالا كفايه عليه كده، بس دي حاجه ما تزعلش. يعني ما فيش حد مخلد، ما فيش حد هيفضل حياته كلها في الكوره. طب وانت لما جيت اعتزلت حد قال لك اعتزل؟ انا اعتزلت من نفسي. وكفايه عليك كده؟ اعتزلت من نفسي. طب ما تسيبه هو يعتزل. طيب خلاص انا بقول وجهه نظري، هو انا بقول وجهه نظري. انت مالك يا اخي؟ ما هتكلم في ايه؟ مش هو نفسك هو مش بتكلم في كوره، بتكلم وجهه شخص مش بتفرج على الماتشات. واحد مش قادر يجري، واحد البدني بتاعه قليل. انت مالك تقول مين يعتزل ومين يلعب؟ ولا اتكلم ايه؟ اتكلم في البينج بونج؟ ولا اتكلم في الطايره؟ ما انا بتكلم مش لعيب كوره. اتكلم في ايه؟ اتكلم في التنس؟ ده دور المدرب الفني. خلاص مش دورك. يتلغي الاعلام بقى. شيكابالا ده اسطوره الزمالك. مع حضرتك انت. انت مالك بقى؟ يعني انا مالي باسطوره الزمالك؟ ولا انت بتكره النجوم؟ ايه؟ انت عارفين والله بجد ده. لا انت فظيعه والله. اكره النجوم ليه؟ هو انا هاخد منهم حته؟ هذه الحقيقه. ليه؟ اكرهم ليه؟ طب احمد حسن. طب خلينا بس في شيكابالا. كابتن احمد حسن. ماله؟ اتكلم عليا فرديت عليه. هو اللي اتكلم عليا الاول. انا على فكره انا رد فعل مش فعل. والموضوع شيكابالا ده على فكره حق ان انا اتكلم وهتكلم على اي حد، يعني هو شيكابالا مش الاوحد في مصر يعني. انتوا شايفين الاسطوره ده براحتكم. هو مش الكابتن احمد حسن واسطوره بناء على اساس ايه؟ معلش انا سايك اسطوره على ايه؟ هو شيكابالا مش اسطوره؟ عارفه كلمه اسطوره ولا مش عارفاها؟ لا عارفها انت ولا مش عارفها ولا ايه؟ يعني محمد صلاح يتقال عليه اسطوره. طب مين تاني يتقال عليه اسطوره؟ كابتن محمود الخطيب يتقال عليه اسطوره، حسن شحاته يتقال عليه اسطوره. كابتن صالح سليم يتقال عليه اسطوره. كابتن حسن حمدي يتقال عليه اسطوره، كابتن ثابت البطل يتقال عليه اسطوره. حسام حسن يتقال عليه اسطوره. احمد الطيب وقاعد على كرسيك ده؟ مين احمد الطيب؟ المعلق الرياضي. ما اعرفوش والله، ما بتابعش انا مالي، انا مش بتابع معلقين اصلا. معلش لما تيجي تكلميني كلميني على حد اعرفه. معلش مع احترامي ليه. طب في معلق رياضي كلميني على حد لعيب كوره كبير معروف قال انه شيكابالا اسطوره. هم بقى بيطبلوا، انا ماليش دخل انا بالتطبيل ده. اسطوره في ايه؟ معلش يعني لما حد يقول على شيكابالا اسطوره يبقى بيطبل؟ ثواني، خد دوري. هم بيخافوا من الجماهير. يا سلام. اه والله بيخافوا من الجماهير والله. لا والله. طب ما انا اهلاويه اهو. والله بيخافوا من الجماهير. بس الراجل لازم ياخد حقه. ده بالنسبه لوجهه نظرك انت كاعلاميه، انا ككوره مش اسطوره. الاسطوره ده عليها حاجات كتيره جدا، اسماء كبيره جدا. مش اي حد كده خلاص يتقال اسطوره. مش قال اي حد يتكلم. طب اقول لك على حاجه برضو. احمد الطيب المعلق الرياضي قال انه الاهلي ما فيهوش دلوقتي ولا اسطوره. لو بينافق كان قال ونافق حاليا في النادي الاهلي. اه الوقت دلوقتي. اه انا بتفق معاه في دي، مفيش اسطوره في الاهلي حاليا. طب اشمعنى ده صح وده غلط؟ هو مزاجك. انا قلت لك اهو، مش انا اتكلمت على الاهلي حاليا فعلا مفيش حد يتقال عليه اسطوره في الاهلي.
طب شعبيتك ولا شعبيه شيكابالا في الشيك؟ لا دي مالهاش ده علاقه خالص، ما بقارنش انا، ما تقارنش معلش. يا سلام. طبعا ما تقارنش، بتهزر ولا ايه؟ شيكابالا شعبيته اكتر. انت شايفاه؟ شيكابالا شعبيته والله اللي انت شايفاه. شيكابالا شعبيته اكتر. انا بقول لك اللي انت شايفاه صح؟